موضوعها تقييم السياسات العمومية كرافعة لفعلية حقوق الإنسان. موضوع يحضر معنا في إطار دورة ديال معرض الكتاب المجلس الوطني لحقوق الإنسان في رواقو كينظم دول اليوم حول السياسات العمومية كرافعة للتنمية، استمرارا أول النقاش اللي جبدوا المجلس على فعالية حقوق الإنسان باعتبارها إحدى الروافع الأساسية للتنمية البشرية والتنمية بشكل عام في المغرب. نستضيف اليوم مجموعة من الخبراء للحديث حول الربط الجدلي ما بين تقييم ديال السياسات العمومية وبين حقوق الإنسان وبين التنمية بشكل عام. هذه ندوة من تنظيم المجلس الوطني لحقوق الإنسان، ويريد المجلس من خلال هذه الندوة أن نربط بين تقييم السياسات العمومية وحقوق الإنسان. وفي الحقيقة يعني تقييم السياسات العمومية يدخل ضمن الديمقراطية التشاركية وضمن المحاسبة للمسؤولين عندما يضع برنامجا ما من الإجراءات، ينبغي أن تكون له دراسة جدوى، وينبغي في النهاية أو بعد إنجاز المشروع أن نقيمه إلى أي مدى وصل إلى الأهداف المسطرة، وما هي المسافة الموجودة بين الأهداف المسطرة والنتائج التي توصل إليها إنجاز المشروع. هذا كله يدخل في إطار الشفافية وفي إطار المشاركة، مشاركة المواطنين في تصور السياسة العمومية وأيضا في إنجازها. لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلك جديد الفيديوهات من هيسبريس.